احنا بنتكلم عليه. كل بالي مش تألق يعني، مش تألق لا خلينا برضه ماشي كويس، خلينا كل بالي مشي كويس. خد وقت في مرحله كبيره جدا ما كانش مقنع. تفسر بايه هروبه ده كابتن حسين؟ لا ده هو يعني انا لغايه دلوقتي مش فاهم هو مشي ليه. يعني اعتقد ان هو ما بيقولش الحقيقه لغايه دلوقتي. يعني جواه حاجه هو ما اعلنهاش. هو انت كنت بتعامله وحش؟ يعني ايه بعمل وحش؟ طب ما انا يعني اتعاملت وانا اول اجنبي اتعامل معاه. مباراه هو حته ان احنا بندفع ان هو يسجد، هو الكلام ده منطقي؟ طب انا هوري حضرتك يعني صوره هو دلوقتي، هو ده كلام وري الكابتن حسام الصوره دي عشان برضه هو اكيد كيف بيصلي لوحده هو ده دي جوه 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 اوض احنا بنيجي نقول له صلي وده لوحده. طب يعني 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 شيء مش منطقي يعني، الكلام كله مش ماشي مع بعضه. يعني ايه بزعق له يعني؟ يعني انت ينفع ان انا اجيب لعيب ازعق له ولا بجيب لعيب اقول له لا؟ شخصيته يا كابتن حسام، اسلوب اللعب شخصيته غريبه. كنت لسه كنت تتوقع ان هو يعمل كده؟ الجهاز الفني يقول لك، الجهاز الفني يقول لك من اول يومين ثلاثه انا قلت قدامنا يعني حاله عاوزه تركيز. يعني مش واضحه. حاله عاوزه تركيز مش واضحه، ده اللي قلته للجهاز الاول وهم كلهم الجهاز الفني والجهاز الاداري وهم دلوقتي بيقولوا لي انت من اول ما شفتك يا كابتن قلت الحاله دي عاوزه تركيز يعني. انا هقفل مش عارف كولوبالي مشي ليه. كل الظروف مهيئه انك تنجح، ساعدناك بشكل كبير جدا اول ما ظهرت بشكل انك ظهرت بشكل كويس، كنا سعداء ودعمناك تمام وبقى. وكل المباريات بديك من البدايه، في مباراه خدت من البدايه وما اديتش بشكل لا ما غيرتش رايي، اديتك المباراه اللي بعديها. في مباراتين ثلاثه كان ادائك ما كانش كويس خالص وفضلت مصر انك تبقى موجود في الملعب وفضلت مصر انك انت تبدا وتبقى اساسي على اساس ما تبعدش ما تبقى قصدي ما تبعدش عن يعني عن الثقه اللي عملتها في كذا مباراه. دي المعامله الوحشه. فانا بستغرب، انا بستغرب هو يعني اكيد جواه حاجه ما هو ما قالهاش لغايه دلوقتي. عارف انت كنت بتقول له هنا يا كابتن حسام؟ كنت بتقول له اسجد. بقول له ايه؟ اسجد. طيب خلاص خلينا نقفل قصه كولوبالي. مجلس اداره النادي الاهلي هيجيب حق النادي الاهلي، وما اعتقدش زي ما انا قلت من شويه اللعيب بيعمل المواقف دي اساسا ولا الجماهير ولا مجلس الاداره ولا اي حد بيقبل. حتى الاعلام كله ما حدش مقتنع بكل الاسباب اللي اتقالت، ما حدش مقتنع. ما شفتش واحد مقتنع، حتى الناس اللي خارج النادي انت مشيت ليه؟ كل الظروف كانت مهيئه انك تجيد، انك فزت فرقه كبيره. صح. اللعيبه دي كلها تاريخها يعني، وتعاملت مع اجانب كتير ومعاملتهم.